المغرب في واحد الوقيتة زارتنا غوادالوبي. تعرفوا غوادالوبي ولا ما تعرفوهاش؟ تعرفوا غوادالوبي؟ تعرفوا غوادالوبي ولا ما تعرفوهاش؟ كانت واحد البطلة نتاع واحد المسلسل المكسيكي غوادالوبي. وكان يعني الصديق نتاعها الفريضو. هذه واحد الحجه كانت غادي قاعد تمشي للحج، قال ولدها ندق الحج، قالت له لا حتى نشوف فين وصل الفريضو مع امه. كان باش يحبها وتحبه باش يتزوجوا يديروا فيها 200 حلقه. مشى لها الحج ديك الحجه، ماتت وما حجتش لانها كانت محروقه على غوادالوبي. منين جات غوادالوبي للمغرب استقبلها المغرب بحال اللي استقبل صلاح الدين الايوبي، اقسم بالله. النساء والرجال وا 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 كلشي يخرجوا يستقبلوا. شكون؟ فاجره داعره كانت تقبل الفريضو وتنعس معاه في الفراش والناس يشوفوا فيها، وراش قتلهم. استقبلوها كاع المغاربه الرجال والنساء وكذا. استقبلوا شكون؟ داعره زانيه عاهره باسم الفن. الفن ليه الفن؟ قال لك ناسي مع الراجل في الفراش، هذا الفن؟ كي سهل الفن عند الفساق؟ غير ناسي معاه هاتي فنانه. ناسي مع الراجل انت اكبر الفنانات، عري روحك انت اعظم الفنانات. والى ماتت كل شيء الناس تبكي. يبكيوا عليها امي، انت حرت لهم القدس.